للعام الثالث على التوالي تنظم وزارة الموارد المائية والري أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتحت شعار الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة الطريق إلى داكار 2021. انطلقت فعاليات المؤتمر صباح اليوم بمشاركة عدد من الوزراء بهدف تعزيز الوعي المائي والتعرف على أبرز الجهود الدولية المبذولة لمواجهة أي تحديات تواجه قضية المياه. المؤتمر ده جزء من الإعداد والتجهيز لمؤتمر داكار. احنا مركزين على التعامل أو إدارة المياه في المناطق الجافة والقاحلة، لأن المياه فيها نادرة، وبالتالي خبرات إدارة المياه بتبقى أعلى، والحرص على كل نقطة مياه بيبقى أعلى. قضية المياه أصبح قضية محورية في العالم. مصر نجحت في تنظيم المؤتمر، افتكر انه وده كان المفقود، النسخه الاولى والنسخه الثانيه والنسخه الثالثه الان من اجل السلام والديفلوبمنت. هي كويسه بالنسبه لمصر انها تكون عندها في العمق الافريقي، لانه ده بيمثل الامن الاستراتيجي بالنسبه لمصر، خاصه دول المنبع. على مدار 5 أيام تستمر فعاليات المؤتمر، فبمشاركه اكثر من 150 متحدثا ستعقد 5 جلسات عامه و30 جلسة فنية و5 فعاليات جانبية أخرى يتم تنظيمها بالمشاركة مع 50 منظمة إقليمية ودولية. هذا كله يأتي بالإضافة لفعاليات أخرى من شأنها أن تخرج بحلول تعالج القضايا المتعلقة بالمياه. بيتكلموا إزاي ممكن الدول تدير المياه المشتركة بنجاح وأمثلة بارزة وناجحة. الجزء الثاني بنتعرض له عن الفنيات وعن البنود القانونية في المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وأثيوبيا بخصوص سد النهضة، وحنشوف إيه هي المسائل العالقة من كافة الجوانب من كافة النواحي. أنشطة وفعاليات ستخرج بتوصيات وقرارات مهمة للحفاظ على واحد من أهم موارد الحياة. علا حجازي، تان تي في.